الواقع أنا هي أول مرة بحضر. لو قلت لكم والله ما في نفسي كل كلمة تكلم بها أغلى من الجوهر، أغلى من الجوهر. لو عرفنا قدر هذا الكلام لعرفنا أن السعادة الحقيقية فيما نسمع. جزاك الله عنا وعن الإسلام ودين الله خيرا. حافظوا ولازموا على هذه المجالس، وأنا إن شاء الله كل ما وجدت فراغ سآتي وأحضر عندكم، بس لأتعلم، لا آتي لأعلم، لا والله أتيت وأنا أريد التعلم وما أردت أن أعلم، لكن طلب مني. والحديث صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه أرجم يوم القيامة بلجام من نار. ذكر الخمس أشياء اللي ذكرها الواقع جواهر اعتنوا بها واحفظوها، التي طلبها من الزواج. أنا بنسى كتير. أول واحدة شو هي؟ اختيار الزوجة. الله يبارك فيه على هالنقطة الهامة. اختيار الزوجة من أهم ما يطلب من الرجل. يعني الرجل صاير شاف واحدة وحبها طبس ما عاد وعي، راح عقله راح خزق كله، فكرها أنه هي فارس الأحلام وهي زمته أنه فارس الأحلام، مع بعضهم بعض. الزواج ما عم يعود أكثر من 3-4 أشهر. هذا الأمور ظاهرة، لكن في أمور تانية إن شاء الله إذا الله عز وجل أكرم ننبه عليها. الوقت قليل جدا وما في عنا وقت حاصل. اختيار الزوجة، بين الاختيار وعدم الاختيار مثل ما بيقولوا نفس واحد. بين ما تدور على الصالحة، الأم عم تدور على ابنها سنة وسنتين عم تخطب له، ما عم تلاقي البنت اللي بدها اياها. بدها اياها بيضة شقرة، عيون زرق، شفاف رقاق، مناخير صغيرة، ما لحد ما لا هي غير بالجنة، خلي يطلع الجنة. ما هذا صلى الله عليه وسلم قال: سوداء ولود خير من بيضاء، وفي رواية من جميلة لا تلد. سوداء ولود، مهم أن تكون المرأة ودود ولود، الود موجود عندها وتأتي بالذرية حتى تعرف تربيها. هي أول واحدة. في قصص كتير انت ذكرت، اجى لبالي عدة قصص أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. في سنة 1983 كنت عند القاضي الشرعي، فعم بحث أنا وياه. قال لي: اليوم جتنا مسألة غريبة. خير؟ قال لي: أخين متزوجين لهم 17 سنة متزوجين، تبين 17 سنة إنه هذا عم ينام مع مرت هاد وهذا عم ينام مع مرت هاد، وقامت التحاليل وقامت ثبتوا إنه الأولاد 4 من هون 4 من هون، هدول لهاد وهدول لهاد. هذا منين؟ وجدت مسألة تانية في نفس السنة، أم تقدمت إلى القاضي بأنها حبلى ولا تدري من أين حبلى. فالقاضي تتبع الأمور، مين في عندك؟ ما في غير ولدها.
شو بيطعمك؟ شو قالت؟ الله يرضى عليه، والله ما في بر احسن منه، ما بينيمني ليصيني فنجان القهوه. عم يحط لها المخدر بفنجان القهوه وعم ينام امه، وامه حبلانه منه. انتبهوا، في امور كثيره عم تصير. لما عم نفقد الدين عم نفقد كل كرامه في الحياه. فعزتنا وكرامتنا نتبع نصائح النبي عليه الصلاة والسلام. الله يجزيك الخير ويتقبل منك بقبول حسن. احرصوا على هذه النصائح. أنا إلي نصيحة أخيرة، هي تبع البيت. كل ما بدي أكتب كتاب أخ بعمل له درس فيها. أسرار الأوضة ما بتطلع. لما أنت بتطلع من غرفتك شو بتعمل؟ هذا سؤال. لما بيطلع من بيته من اوضته شو بيعمل؟ سكر الباب. خليته اللي بالاوضه، خليه جوا. ولما بتجي من شغلك بتطلع من محلك شو بتعمل؟ تلغي الخلق، خليه غرض. لا تنقل بيتك لشغلك ولا تنقل شغلك لبيتك. خلي شغل البيت بالبيت وبرا. اما اذا كان زعل هو وياها، تيجي لعند امها، ماما عمل معي هيك، حد هيك عمل فيكي، هالمقصوف الرقبه فوق ما كرمناه، فوق ما دللناه، فوق ما هيك عمل فيك، والله لحرمه يشوف قصوصة ضفرك. ادي هذا بيت ابوكي، ما بتغلي علينا خبز الشام، ما هيك الكلام. ادي حطها ببيتها. كانت كلمه بينه وبينها وعد. بيروح هو بيحكي لامه، له الشرني صار بدها بقى تتحكم، بدها كذا. هي شدت بظهر ابنها وهي شدت بظهر بنتها، انفصلت العائلة كلها سببها كلمة. انت وزوجتك في الغرفة نزعل، ما في واحد ما بيزعل هو وزوجته، مهما كان لابد من الزعل. والزعل كرامة إلهية للزوج والزوجة. بيزعلوا بعد ساعتين ثلاثة، تساوي له كاسة ليموناضة، فنجان قهوة، تصالحوا، صار عرس جديد. كل زعل في ورم منه عرس جديد. هذا فضل إلهي حتى تتم العائلة قائمة. أما هي بتحكي لأمها، هو بيحكي لأمه، تعلق بين التنتين، والله لحرمه يشور قصقوصة ضفرك. طيب بده يرجع زوجته، ما بيرجع له اياها. بيجي لعند عمه كمان بيقلعه، ليش هيك عملت بنتي؟ لذلك الله في القرآن انزل آية، يعني اذا كان الرجل بده يرجع زوجته قال ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. تراضوا، اذا هن تراضوا زوجه رجع له اياها. هذا سببه هنا الكلام. لذلك عم اقول لكم كل كلمه جوهره من التي قالها الاستاذ الشعار. انتم الله هداكم الى طريق. انا والله الان اذا بتسمحوا لي اقول، اسال الله انه الله يجعلني معكم، لانه حضرتم مجلس علم فيه سعاده الدنيا وسعاده الاخره. لا تظنوا انه اذا الانسان سعيد في الدنيا مع زوجته الا ان يكون سعيدا في الاخره، هو وزوجته. لذلك لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ان للرجال حوراء في الجنه، فما لي المراه؟ فقال المراه يزوجها الله من انبياء الله الذين لم يتزوجوا او من الاولياء. قالوا يا رسول الله فالتي تتزوج رجلين أيهما تكون له في الآخرة؟ قال تختار أحسنهما خلقا. مين اللي كانت أخلاقها معه منيحة؟ هي بيختارها. وليزيدن الله المرأة المؤمنة في الدنيا ليزيدنها جمالا عن الحور العين 70 ضعفا. 70 جمال قد الحور العين هذه المرأة المؤمنة في الدنيا. فإذا كان سعادة في الدنيا فهي سعادة في الآخرة. أسأل الله التوفيق لكم،
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يفرق جمعكم إلا وقد غفر لكم جميعا. الله ينور قلوبكم ويغفر ذنوبكم ويستر عيوبكم ويقضي حوائجكم ويجعلكم من عباد الله الصالحين أنتم ومن يعلمكم. وأنا إن شاء الله أكون معكم، أرجو الله أن يغفر لنا معكم، وصلى الله على سيدنا محمد.